الحقيقة مفيش مقدمة ومفيش أي كلام يقدر يوصف أو يوفي المرأة المصرية حقها والدولة المصرية والقيادة السياسية اللي أدت يعني مكتسبات غير مسبوقة للمرأة المصرية في كل الملفات زي ما تابعنا في التقرير، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا صحيا. وفقراتنا وملفاتنا المختلفة اللي بنتكلم فيها عن الإنجازات والشغل والتحديات اللي واجهت الدولة في كل ملف من الملفات اللي اشتغلت فيها، النهاردة تحديدا هنتكلم عن المرأة المصرية وكانت فين وبقت فين في السنوات الأخيرة في ظل دعم القيادة السياسية ليها. الحقيقة بيسعدنا النهاردة في الحياة اليوم أن تكون مشرفانا الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو مجلس النواب السيدة فريدة الشباشي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورانا دايما. أهلا أهلا وسهلا. ومدرس الإعلام دكتورة سارة نصر صاحب أحدث دراسة علمية عن التمكين السياسي للمرأة. أهلا وسهلا بك يا دكتورة سارة، منورانا. أهلا أهلا. عايزة أبتدي مع حضرتك أستاذة فريدة، لأنه يعني على مدار سنين طويلة وإحنا بنتكلم مع حضرتك يعني من أكثر المناصرين والمدافعين والقلقانين على حق المرأة المصرية والإجحاف والظلم اللي كان طبعاً بيصيبها سنوات طويلة، فأكيد حضرتك ليكي رؤية بقى مختلفة، يعني أنت شفتي وتابعتي وزعلتي، ودلوقتي عايزة أسمع انطباع حضرتك وشايفة اللي حصل للمرأة إزاي. بصي دلوقتي أنا انطباعي ان اللي بيرد اعتبار المراه بيرد للمراه المصريه اعتبارها، هو بيرد لمصر اعتبارها على طول. لا وهضرب مثل بسيط دايما بضربه بس بفكر الناس بيه. اتفضل يا فندم. لولا المراه المصريه وتربيتها للشباب اللي زيكم ما كانش بقى في حاجه اسمها 30 يونيو. ده اكبر تجمع بشري في التاريخ، في التاريخ الانساني. أيوة. مش في مصر. ايوه صحيح. ما بين 35 و40 مليون، وانا شايفه ده في الصحافة الأجنبية كمان، يعني مش كده، يعني مش كلامنا، مش يعني كلام. ده إحصاءات العالم كله وتحت السماء المفتوحة كان باين ده. مين اللي طلع الشباب ده؟ المرأة المصرية اللي هي تصدت وأبطلت الدعوة الخبيثة الحقيرة بتاعة الخلافة، وإحنا نبقى دويلة في دولة الخلافة. تصوري مصر اللي كتبت، اللي كانت موجوده قبل، يعني هي كانت موجوده ثم وجد التاريخ، دي تبقى تبع اي حد؟ لا ده مرفوض. مصر هي مصر الشامخه اللي ذكرت في القران وفي الانجيل، ويمكن في التوراه ما اعرفش، بس الانجيل والقران عارفه. لا بس ان عايز اقوله ان مصر الدوله الوحيده او الوقعه الوحيده في العالم في الكره الارضيه اللي ربنا تجلى فيها لسيدنا موسى. يعني أنا عايزة أقول إيه؟ إن إحنا مش جايين من الهوى، إحنا جايين بتاريخنا، بعرقة بلدنا، بحضارتنا، بتأثيرنا في المجتمع، بكل حاجة. منين؟ المرأة المصرية هي المهد الأول. وأنا دايماً بقول برضو إنه ما فيش عظيم في العالم من ساعة آدم وحواء لغاية النهاردة كان يمكن أن يكون له وجود لو لم تلده امرأة. طيب لما احنا نرجع، وحضرتك يعني اشرت الجزئيه في منتهى الاهميه ورجعتينا كده بالزمن، بس فعلا المكتسبات النهارده هي حق للمراه المصريه. طبعا. لما الرئيس راهن على المراه وقال لها بيتك، ولادك، جوزك، مستقبل البلد دي، وفعلا كانت قد هذا الرهان وهذا التحدي ودفعت وحمت بلدها ومستقبل عيالها. وفي الاستحقاقات الانتخابيه كمان كنا شايفينها في طوابير. نعم. ممتده. نعم. فهنا اتفضلي يا فندم. الرئيس وصلته الرساله في 30 يونيو زي ما بيقول لك. هو شاف دور المراه المصريه. وهو مقدره، وهو عارف الكذب والادعاء والتشويه والضلال بتاع اهل الشر، ان المراه عوره، المراه تقعد في البيت، المراه ما... يعني انت عارفه المجتمع لما يشتغل بنصه بس هيبقى نص كفاءه. ايوه. هيبقى بيشتغل بايد واحده وبيمشي برجل واحده وبيشوف بعين واحده لما الاثنين. وبعدين المراه مين فينا ما كانش في احشاء امه وما كانش في حضنها بعد ما اتولد؟ ازاي يجي ناس ثقافه مستورده، يعني حتى اللي طلعت منهم بيتنكروا لها الوقت وبيرجعوا فيها بتحقير المراه؟ لا انت لما يعني تعلي من شأن المرأة انت بتعلي من شأن مصر. ده اللي انا عايزه اقوله. طيب يعني لما نتكلم في ملفات الـ يعني زي ما اشرنا، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ومناصب ووظائف كانت بعيده عن المرأة. كان تحدي برضو استاذه فريده المجتمع ومدى تقبله او مدى فهمه ان المرأة تكون في الصدارة كده، وان البعض يقول لك ايه هو تمكين المرأة ده بياخد من حق
الرجل بينتقص من حقوقه. مين كده؟ مين؟ الرجل. لا مش كل الرجاله، لا طبعا مش الكل، اكيد هم رجل وهم مش رجل. ليه بقى؟ هقول لك ليه. اتفضلي. لان كل المناصب اللي خدتها المراه اثبتت جداره فيها. جداره يعني انت عندك مثلا وزيره التخطيط. طبعا. هلا السعيد. يعني العالم حتى المؤسسات الدوليه بتتكلم عن كفاءتها وعن قدرتها وعن يعني فهمها للامور وامانتها وعلمها كل ده. يعني انا هسالك سؤال. اتفضل. اشمعنى المانيا فيها حد اسمه انجيلا ميركل اسطوري؟ اشمعنى يعني؟ احنا اقل من، لا احنا مش اقل من حد، احنا كان عندنا ملكات، كان عندنا ملكات من الاف السنين. فليه النهارده؟ انا رايي ان الرئيس عامل حاجه عظيمه ان هي بيختار حسب الكفاءه. صحيح. مفيش حاجه اسمها الجنس. صحيح. يعني واحده زي هاله السعيد مثلا، لا مفيش راجل يقدر يعمل احسن من اللي هي عملته، ممكن يعمل زيها. عندنا بس طب ليه لا هي وزيره التخطيط، التجاره والصناعه، التضامن، وزاره الهجره، شؤون المصريين بالخارج. وزاره الهجره دي عملت جسر بين المصريين في الخارج وبين مصر لأول مرة من زمان، يعني كان قطعنا كل حاجة. احنا اتشوهنا فترة طويلة قوي، يعني اتشوهنا، يعني ما بقيناش احنا المصريين. لما احنا نيجي نلاقي راجل يعني كل ما يتكلم ثلاث كلمات يقولك تحيا مصر، انا احب ده ولا حتى اطيء اشوف واحد بيقول لي طز في مصر ولا في مصر؟ لا لا، انا ما يهمنيش واحد ماليزي يحكمني ما دام مسلم. لا انا عايزه كل الشباب يعرف احنا ليه عملنا ثوره. احنا عملنا ثوره لان كان لازم نعمل ثوره. نعم. ما كانش ممكن نستمر على كده. دكتوره ساره، عملتي دراسه عن تمكين المراه السياسيه، يعني استاذه فريده يعني اتكلمنا عن الحكومه المصريه، مش بس الحكومه لكن كنواب، يعني طبعا بكل المفردات، نواب للوزراء، موجوده كمحافظ لاول مره، ونائب محافظ. ويمكن انا اشرت حضرتك يمكن امنتي على كلام اللي هي ثقافه المجتمع ومدى التقبل، لكن لاي مدى انه امر واقع او بشغلك وباجتهادك هتغيري هذه الثقافه او هذه النظره؟ اولا بس انا عايزه اقول ان انا سعيده في تواجدي في حضره استاذه فريده وفي حضره حضرتك. شكرا. ليه؟ لان هي خير مثال عن تمكين المراه، يعني فاحنا هنتكلم نقول ايه وهي موجوده، لان هي بتاريخها الطويل موجوده لحد الان. لان الناس في اعتقاد خاطئ ان تمكين المراه قاصر على الشابات او قاصر على الجيل الجديد. لا، هو التمكين زي ما حضرتك قلتي الكفاءه، كفاءة في أي سن وفي أي مكان، وهو ده اللي بيرد على الدعوات. يعني أو ممكن الفهم الخاطئ لمعنى التمكين هو بيأخذ من حق الرجل، أو هي دعوة مضادة للرجل. لا خالص، هي محاولة استعادة حق المرأة، هي مش ضد أي حد ولا في مقارنة خالص ما بين أي حد وحد، مين الأحسن أو مين الأفضل، لكن يكفيها فخرا أن هي قادرة تقوم بمكانها بمنتهى الكفاءة المطلوبة. هنا انا عشان كده بقول انا مش حابه المقارنه. ليه؟ علشان ما نوصلش لنفس الفكره انا احسن او انت احسن. فيش. طب في الدراسه اللي حضرتك عملتيها، يعني سواء بقى في الحكومه او في البرلمان، سياسيا ازاي المراه اختلف دورها واختلف تواجدها عن قبل كده؟ يعني رصدتيها ازاي؟ اولا احنا عايزين نشوف من ناحيه العدد. العدد طبعا ما حصلش قبل كده. ومن ناحيه التنوع، يعني احنا بنشتغل بشكل كمي وبشكل كيفي، لان كانت الحقب الوزاريه يعني ايه قاصره على حاجه او اتنين بس، هي المراه، وده كان دليل على ان احنا بنحصر المراه في ادوار اجتماعيه معينه اللي هي مرتبطه بالاسره والرعايه، اللي هي الصوره الذهنيه النمطيه جدا للمراه. فحتى لو هي بقت وزيره فهي برضو بنلعب في نفس الفكر. ان انت لا تصلحي مهما يعني شانك عالي او كده الا في الدور الاجتماعي اللي انت منوطه بيه، ممكن توصلي فيه لاعلى الدرجات. وزارات بعينها حتى كمان. وزارات بعينها. وكانت بتقعد يعني يمكن في عهد الرئيس الاسبق قاسم مبارك دكتوره امال عثمان، يعني يمكن يعني حتى اللي مش فاكر قوي الوزيرات، هي اكتر وزيره قعدت، يعني قعدت حوالي 20 سنه يعني. كانت في بعض الوزارات هي حكر فقط على المراه، هي المفروض ان هي وزيره لكن برضه بترسخ لفكره ان انت في هذا وقت عبد الناصر. بالظبط، وقت عبد الناصر كان واحده، وبعدين التطور بقى اثنين في عهد رئيس الاصل. في وزارات خدميه طبعا اجتماعيه. هي برضو انا شايفه ان هي وزيره لكن ستيل في فكره ان الصوره النمطيه للمراه الدور الاجتماعي. ايوه ايوه. فاحنا برضو ما خرجناش المره دي، احنا خرجنا عددا وخرجنا في التنوع وفي مجالات مهمه جدا. مهمه جدا، وفي تدعمها كمان مبادرات رئاسيه مهمه جدا. فالفكره اللي حضرتك قلتي يعني قلتي عليها كانت فكره البحث بتاعي، ان التمكين ممارسه.
ففي بعض الدعوات لا تصلح ان هي تبقى دعوه للتمكين. طب ما في بعض الناس البسيطه مش فاهمه يعني ايه تمكين، لكن لما اجيب انا كقياده سياسيه النساء التي تصلح وعن كفاءه وعن ثقه في اماكن معينه هو ده التمكين، مش محتاجه اشرحه. طيب في مجلس النواب يا استاذه فريده، مش بس اللي نص عليه قانون، لكن حتى نسبه المعينين نصهم الرئيس عايدهم من السيدات. بالظبط بالظبط، لانه زي ما بقول لك الرئيس مؤمن بدور المراه المصريه ومؤمن بكفاءتها ومؤمن باخلاصها لبلدها. قال عنها بتاعت شغل. ايوه لانه الرئيس ما بيختارش حسب الجنس، بيختار زي ما قالت ساره، بيختار حسب الكفاءه. يعني النهارده مثلا يعني لبنى بتقدم برنامج بطريقه وكفاءه معينه، طب ليه انا اقول لها لا اقعدي انت عوره واجيب واحد اهبل مثلا او نص متعلم او مش لمجرد انه ذكر؟ ايه ده يعني؟ احنا ما كانش عندنا التفكير ده. التفكير ده وارد يعني دخيل علينا، والناس اللي جم ادخلوه هنا في مصر ان شاء الله يا رب نتخلص منه، هم نفسهم دلوقتي بيحاولوا يتخلصوا منه. مش معقول ان احنا مصر، احنا مصر. وبعدين المرأة المصرية ايه؟ المرأة المصرية ما هي وقفت برضو ايام العدوان الثلاثي بورسعيد كانت عظيمة، وايام حرب الاستنزاف، وايام بعد كده حرب اكتوبر. المرأة المصرية طول عمرها عندها دور رائع. أيه. الدور اللي بتكلمي فيه ده كنا دايما احنا كاعلام او حتى الناس بتشعر لك ايه، المرأة يبقى هتتكلم عن مرأة، المرأة يبقى هتدافع عن قضية او تخص المرأة. في مجلس النواب انت بتتكلم عن قضايا أمة طبعا. صحيح. طبعا انا مثلا على اديلك مثل صغير. فضلي. انا في مجلس النواب اتكلمت عن الناس اللي اتظلموا ظلم بين، اللي عندهم املاك واجروا من 100 سنه يعني من 50 سنه بمبلغ، والنهارده نفس المبلغ ويقول لك لا من لا مش من حقه. اشمعنى كل حاجه؟ انت مرتبك كام؟ انت مرتبك دلوقتي كام؟ كذا الف. لما خدت البيت بإيجار 20 جنيه كان مرتبك مثلا 50 60 حاجه كده. يعني في العدل تغيرت. انا بلاقي ان احنا مصر بترجع تاني لقيمه العدل اللي هي ميزتها في حاجات كتير قوي، اللي هي خلت حضارات كتير جدا استقت منها القيم والمبادئ يعني الحاجات اللي هي فعلا الاخلاق اللي ما حصلتش. لا، ولما عملنا مثلا موكب المومياوات في الحضاره المصريه القديمه وابرزنا دور المراه وعظمتها وملكه وازاي كانت يعني بتدير امور دوله. شوفي انت، انا هقول لك على حاجه. اتفضلي يا فندم. انا مره شفت، كانت عندي دكتور، انا كنت عايشه في فرنسا طبعا. فشفت دكتور كنت بقالي مده ما شفتوش، فشفته بتاع، فقال لي انت ما تعرفيش تساعديني؟ قلت له اساعدك في ايه؟ قال لي بقالي رحت خدت عشان اروح بتاع دي متحف توت عنخ امون، كانوا عملوا جابوه في باريس شويه وعملوا له المقتنيات بتاعته اتعرضت هناك او في المتحف. فتصوري ان بيقول لي انا ادوني تذكره بعد شهر اروح. شوفي قد ايه الاقبال، اندفاع الناس واهتمامهم بالحضاره المصريه. فيجي واحد مثلا مش عارفه، مش عايزه اوصف يعني اقول هو ايه، يقول لك اصنام. اصنام ايه يا ابن الحلال؟ ده احنا اول دوله نادت بالتوحيد. احنا قبل الديانات السماويه طلع اخناتون ونادى بالتوحيد، ولا انا غلطانه؟ صحيح. ده تاريخ بقى. صحيح. يعني ففي حاجات يعني بيرجعها لنا السيسي تاني. صحيح. لانه بتحسي انه بيحب مصر، وبتحسي انه مصري، وبتحسي انه بيقدر كل واحد بيعطي لمصر، عنده قدره على العطاء. كان بقى ست، كان من ذوي الهمم، كان من الشباب، كان ورهانه على الشباب. لا، في حاجات عظيمه اتغيرت. صحيح. دلوقتي سعيده ان انا عشت الفتره دي الحمد لله. صحيح. دكتوره ساره، مناصب تنفيذيه كمان لما نتكلم انها اصبحت محافظ او نائب للمحافظ، في مواقع كمان فيها احتكاك مش بس بالموظفين اللي ليهم برضو ثقافة أو يعني كينونة خاصة بيهم، لكن كمان أنت على الأرض بتعاملي مع الناس في مواقع، الكلام ده كله إزاي رصدة تواجدها في الجزئية دي وتفاعل الناس معها في الملفات اللي هي شغالة فيها؟
هو كان اهم سؤال للناس، يعني هو انا عملت استطلاع كده اشوف راي الناس عن التمكين ايه. هل انت شايف ان المراه قادره ان هي تشغل مراكز قياديه وصنع قرار والحاجات دي؟ فقالوا لي طبعا اثبتت كفاءتها. السؤال الثاني البديهي اللي بيجي في ذهن الناس ان احنا بنعمل تمكين عشان خاطر مصر عامله اتفاقيات دوليه ان هي مشاركه فيها، فبالتالي تستلزم تنفيذها بتوقيت ومدى زمني معين. لا بالعكس، فاعتقد ان ده بيأثر على الكفاءة، ان انا بجيب النوع، يعني بمشي بالنوع ان انا عايز اجيب مرأة ايا ما تكون. فكان السؤال هل انت شايف ان التمكين ده خاص عشان خاطر بس النوع بغض النظر عن كفاءة الست؟ يعني انا عندي دلوقتي لازم انفذها هتفت كذا. فلا طبعا اثبتت كفاءتها، لان الاختيار من اساس كان سليم. هو زي ما احنا قلنا مش اختيار قائم على النوع او على الجنس فقط، لا، على النوع مرتبط بالكفاءة. وهي فعلا في كافة الملفات اثبتت كفاءتها، زي ما بقول لحضرتك كمان، خاصه في الحاجات اللي فيها مبادرات رئاسيه اللي هي بتخاطب شعب، يعني حاجات مثلا صحيه، حاجات ضمان اجتماعي، حاجات. فانت المفروض معلش كلمين عن الجزئيه دي، لانه كمان الشق الاجتماعي احنا عندنا كتير من الاسر اللي بتعولها امراه والظروف صعبه والبيت كله الحقيقه حتى بوجود زوجه بيشتغل وكل حاجه، لكن قايم على المراه انها تدبر وتظبط والكلام ده كله. فمبادرات الحمايه الاجتماعيه، تكافل وكرامه، المبادرات الصحه كمان اللي هي صحة المرأة انها نواة وعمود البيت. صحيح صحيح. بصي هي انت هتلاقي المرأة في كل حاجة بتحصل دلوقتي سواء بشكل واضح او مستتر. يعني اما تكتبي تمكين المرأة هتلاقي التمكين ملتصق بيه في الاختيار الاول او الثاني المرأة. هتلاقي مثلا لو دورتي في المبادرات الاجتماعية هتلاقي حياة كريمة، هتلاقي من المنتفعين بيها جدا المرأة، سواء المرأة المعيلة او سواء الغارمات، يعني هتلاقي المرأة لانها بتسمع في الاسرة في البيت كله. بالظبط، لان غالبا في مناطق معينة غير الاشد فقرا هتلاقي المرأة هي المعيلة. يعني فانت كده كانك بتتوجهي للمراه بس بشكل مستتر. بتوجه للاسره بس من خلال المراه. بالظبط، يعني بشكل مستتر مفهوم. يعني هو بس هو واضح. يعني لو جيتي كلمتي مثلا عن حاجات الصحيه هتلاقي في حاجات، يعني 100 مليون صحه ده في للتاكيد جزء كبير منها ما لا يقل عن 50% صحه المراه. وبعد كده بقى في حاجات متخصصه للمراه، حاجات عن اورام معينه، حاجات عن الصدق، ودي وفرت اللي انا قريته انها يعني دخل فيها حوالي 19 من 19 لحاجه و20 مليون امراه، فده خلاها لان كان في كشف مبكر ما كانوش عارفين. فده وفر علينا انها يعني بعد شر انها توصل المرحله الثالثه والرابعه. فانت عشان كده بقول لحضرتك ايه، هتلاقي المراه في كل حاجه حاليا. بس هي عايزه بحث شويه، او يعني ايه، يعني اللي عايز فعلا يناقش ملف المراه ما ياخدهاش كده بشكل مباشر زي احنا بنقول تمكين سواء سياسي او اقتصادي، لا ابحث عليها في كل المبادرات الحاليه، حتى في كافه الاستراتيجيات. يعني شوفي مناهضه العنف، شوفي مثلا ضد الختان، شوفي هتلاقي كل ده ايه، كل ده الزواج المبكر، ما كل ده مرأة. فاذا احنا دلوقتي في العصر الذهبي للمرأة، ده حقيقي لانه كمان واخد على كافة المستويات. يعني هنقل الكلام سيدة فريدة، لان كل كلام الدكتورة سارة بيصب في صالح تماسك المجتمع. انك لما تشتغل على المرأة انت بتشتغل على الأسرة، بالتالي المجتمع ككل. طبعا هو انت النهاردة يعني المرأة، يعني خلينا نقول يعني هي بحكم ربنا خلقها كده هي عماد البيت في الاول. يعني مين اللي بيربي الاطفال؟ صحيح. ومين الاب بيروح الشغل في الاول؟ الست، حتى المراه حتى لما بتكون بتشتغل جهات العمل بتديها اجازه سنه وشويه مثلا. كل دي بتكون الانسان المصري، يعني الانسان المصري اللي كونه واللي خلاه قدر يفرض. على فكره احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله فلتنا من أعتى مؤامرة حصلت في التاريخ، اللي هي تفتيت الوطن العربي كله. وقالها كيسنجر بمنتهى البجاحة، الأكبر ضمان لبقاء إسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية. فإحنا لما طلعنا وخلينا بفضل جيشنا وشرطتنا يعني تماسكنا والشعب معاهم، لأنه حس إن دول اللي هم دول جناحينه اللي بيحموه، لما دول النهارده انقذوا مصر، شوف انت بدا يبقى العالم العربي كله بدا يرجع تاني. صحيح. ويسترد الصحه تاني. يعني مصر، الشعب المصري بمسانده جيشه وشرطته افشل ابشع مؤامره كانت ضد مصر. فمين بقى فيها اللي واخده دور رئيسي فيها لا يقل عن دور الرجل؟ لان انا مع يعني انا وجوزي كنا بنشتغل وكنا حاسين ان احنا الاثنين بنكمل بعض متساويين. ايوه متساويين. صحيح. وهو ده اللي بيخلي علاقه زوجيه تنجح ويخلي العشره تنجح وتبقى حلوه،
انما ان واحد يفضل يقول لي مش عارف ايه والمراه لازم تعمل، انت مالك انت زي ما حضرتك قلتي في الاول لو المجتمع قايم على نصه بس. صحيح. طيب هنا يمكن احنا كنا بنعرض من شويه المكتسبات بقى سياسيا واقتصاديا وما الى اخره، نتوقف حوالين مثلا اول رئيس للمجلس القومي لحقوق الانسان امراه. صحيح. طبعا المناصب القياديه طبعاً. التوسع طبعا في القضيات في النيابه الاداريه كمعاونين للمستشارين ومساعدين ليهم، في القضيات للمنصه يعني دي برضو كانت خطوه مهمه وكسرت تابوهات كتير جدا. بس ده برضو هقول لك ان ده رجل بيحب مصر، راجل مصري صميم، راجل مصري اصيل، لان التانيين لا دول مش مصريين. اللي عايز يعملني بتاع قد كده دويله، انا مره لما كنت بتكلم بتاع ده قلت لهم لا انا لما كان في الدوره بتاعت الانتخاب شفيق ومرسي قلت لهم انا هنتخب شفيق لان الفريق شفيق بيقول لي بلدك دي مصر بلدك، ولما اختلف معاه هيحبسني، لكن الثاني عايز يقزمني ويعمل، انا قلتها علني ها، يعملني دويله في دوره الخلافه ولما اختلف معاه يكفرني. دي حاجة نظام جديد، ده حكاية التكفير اللي طلع لنا في الأونة دي. الواحد بيفتكر صورة كده يعني أيام الأيام لا يعودها تاني، يعني عيدها تاني لا يعودها فعلا. طبعا محاولة تكميم المرأة طبعا ده مش كلام شفوي أو كلام، لا ده تحط الإيد على البق وهي بتهتف وتتكلم إن الست مع يعني عارفين إن الست دي قوة ومحرك، إنها لو كانت موجودة على الأرض بولادها بتحرك المجتمع كله بتغير الحقيقة في وده اللي حصل. صحيح يا دكتوره ساره، اتفضلي. لما نتكلم على كل المكتسبات وكل الملفات، بس ده انجاز وشغل محتاجين ان احنا نبني عليه. صح نشيد بيه ونتكلم عنه، لكن نبني عليه ونستفيد ونستثمر من هذا النجاح، المسؤوليه هنا ملقاه على مين؟ انا بس عايزه اقول ان ميزه اللي حصل في التمكين هو مستمر، يعني لحد من شهور المراه عندها مكتسبات، فاذا ده معناه ان احنا كل شويه في مراجعه. لان مش مثلا احنا عملنا تمكين وخلاص انتهى وقفت، لا ده انا كل شويه بفكر في مدى اعلى، يعني فكره القضيات ده اللي كده حوالي 99 قضيه وده ما كانش موجود قبل كده. فاذا في مراجعه بتتم لعمليه التمكين من القياده نفسها، يعني هي بتشوف فاضل لها خطوات ايه اللي عايزه تعملها وبالفعل بتحققها. وفي زي ما بنشوف بقى عندنا مثلا في مراكز ابحاث وفي دراسات سواء حاجات متخصصه في عندك بصيره وفي مركز المصري للمراه وفي حاجات متخصصه في الاعلام وما الى الراي العام وما الى ذلك، تبتدي تسالي الناس، يبقى انت كده عندك وجهتي نظر، القياده شايفه ايه قدامها ممكن تحققه بمدى زمني قد ايه، برضو احنا مش عايزين ان احنا نحلم، هي بيبقى في مدى زمني وفي توقيت معين يصلح لذلك. وفي نفس الوقت الناس عايزه ايه، الستات شايفه ايه، حققت ايه ولسه فاضل لها ايه. فهنا بتكتمل وجهتي النظر، ما يمكن تحقيقه في فترات زمنيه وامكانات تتوافق مع الفترات دي، والناس تطلعاتها ايه. وعلى فكره كتير يعني بيشوفوا تطلعات المراه المصريه يعني تحديدا، نفسها تبقى مثلا مدير، نفسها تبقى يعني ايه تطلعاتها. هنا احنا لو عملنا حلقه الوصل كاعلام برضو ما بين الناس شايفه ايه او محتاجه ايه والقياده، ممكن نقرب وجهات النظر يبقى بشكل اسرع او بشكل ترتيب مختلف. طب انا هنا مع استاذه فريده خلينا استثمر وجودها بقى في كلمه اخيره، اللي المراه لسه محتاجاه وانت شايفاه، او جمله او رساله توجهيها للمراه عشان تشتغل على نفسها اكتر عشان نستثمر النجاح ده، او رساله للرئيس، ايه اللي يجي في بال حضرتك دلوقتي من عناوين استاذه فريد؟ انا اللي يجي في بالي دلوقتي ان المراه النهارده كل يوم هي هتدي اكتر. تمام. لان هي منبع عطاء. المراه الحنيه بتاعتها وان هي اللي بتحتضن ولادها وان هي اللي بترضعهم وهي اللي بتكبرهم وهي اللي بتغطيهم وهي اللي بتسهر، مش بتقول فايزه احمد انام وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان وتقومي مش عارفه يعني ايه تشقري افتكر حاجه كده وتفطري يعني بعد كده بنفطر. لا الام على فكره الام سيمه كبيره جدا، احضروها في السنه السوداء وما قبلها بشويه ويعني لا مبالاه الحكام اللي كانوا موجودين في الفتره دي. فانا النهارده بلاقي ان المراه زي ما ساره بتقول هي تمكين المراه في يعني النهارده لما تبقى ما فيش ولا منصب من نوع المراه تدخل فيه هي هتجتهد. واي ست عندها او اي فتاه او اي شاب عندها مثلا رغبه انها تبقى في النيابه هتبقى في النيابه لان هي ما عادتش حاسه ان في حواجز. ما عادتش حاسه ان في ممنوعات عليها. صحيح. كل حاجه ماشيه. فده لما بيتفتح الافق ده بيخلي مصر تحلق في الفضاء فعلا يعني.
تستعيد مكانها ومكانتها. شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الكبيرة عضو مجلس النواب فريدة الشوباجي، شرفتينا ونورتينا. شكرا. دايما دكتورة سارة نصر مدرس الإعلام ودراسة علمية عن التمكين السياسي للمرأة، شركتنا فيها. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.